إطار سعيها لاندماج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع، وزارة التربية تحتفل باليوم العالمي لطريقة برايل لتعليم المكفوفين، فلنتابع هذا التقرير. هذا جزء 29 صورة الإنسان. أيوة آخر شيء. تقديرا لدوره الكبير في اختراع التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة من فئة المكفوفين، احتفل قطاع التعليم الخاص والنوعي في وزارة التربية باليوم العالمي للغة برايل نسبة لمخترعه الفرنسي لويس برايل. احنا من خلال هذه المنصة اللي تسمى بلاتفورم قررنا بوجود مع الوزير بتشغيل كل حدث تربوي لكل القطاعات الموجودة التسعة، وهذه القطاعات نتلمس منها حاجاتها مشكلاتها وتطلعاتها. وإحنا اليوم في هذا الصرح عندنا ما يسمى في الحلقات النقاشية. هذه الحلقات النقاشية تسمى السيمينار، وهذا السيمينار يكون للتربية، السيمينار في التعليم العالي، والسيمينار في البحث العلمي. سياسة دولة الكويت تتابع البحث العلمي، سياسة وزارة التربية أيضا تسعى في إنشاء وتعديل هذه المفاهيم حتى تكون على الواقع. طريقة برايل هي يعني الصراحة هي المفتاح لطلبة المكفوفين للمعارف والعلوم، واستطاعوا من خلال طريقة برايل أن يعني يتعلموا ويتثقفوا ويتسلحوا في العلم والمعارف. الحقيقة طريقة برايل يعني طريقة يعني كانت ساهمت برفع مستوى طلبة المكفوفين على مستوى التعليم العام وأيضا في المؤسسات الجامعية. الحقيقة اليوم نشكر جميع من شارك وساهم في هذه الاحتفالية الجميلة. لغة برايل هي الوسيلة التي استطاع من خلالها الإنسان المكفوف التمكن من القدرة على القراءة والكتابة والسعي نحو العلم والمعرفة، وهما سعت إليه الكويت بتقديم الدعم اللامحدود لهذه الفئة لتمكينها من نيل حقوقها الطبيعية في العيش بين أفراد المجتمع بعزة وكرامة. من أهم الإنجازات اللي قدمها معهد الكويت للأبحاث العلمية للإعاقات البصرية إنشاء المطابع، خاصة في مطبعة النور بنين وبنات ومطبعة جمعية المكفوفين الكويتية. أيضا قام المعهد بإنشاء مطبعة خاصة لطباعة المصحف الشريف بطريقة بريل، وكذلك إدخال منهج الحاسوب في جامعة الكويت للطلبة المكفوفين، وأيضا في مدارس النور بنين وبنات. وإن شاء الله بإذن الله يجري إنجاز العديد من المشاريع إن شاء الله في السنوات القادمة بالتعاون المشترك. خريطة ترسيم الحدود الكويتية العراقية عام 1992، هذه توضح الحدود بين الكويت والعراق، زين، وشون تمت نوضحها بالنسبة للكفيف، نقرب الصورة لهم. ومن خلال التعليم بلغة برايل وفرت الكويت العديد من فرص العمل في مؤسسات الدولة وخارجها، حيث استطاع الكثير من أبناء هذه الشريحة المشاركة في مختلف الأعمال الحياتية والانخراط بسلك التدريس والمشاركة بالأعمال الفنية والاطلاع على الوسائل التكنولوجية الحديثة. أحمد عنزي لقناة